النهارده ليله الرؤيه، كل سنه وحضراتكم طيبين. من بعد صلاه المغرب ان شاء الله مصر كلها هتكون بتتابع احتفال دار الافتاء المصريه باستطلاع رؤيه هلال شهر رمضان المبارك. ربنا يعيده علينا وعلى حضراتكم بكل الخير، يتقبل منا جميع الصلوات والدعوات والاعمال الصالحه في هذا الشهر الفضيل. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانت طيبه منك. كل سنه وانت طيب يا محمد، كل سنه وكل حضراتكم طيبين. روايح رمضان بقت في كل مكان، ربنا يبلغنا رمضان واحنا واهلنا واصحابنا وحبايبنا وكل الامه يا رب، وكل الناس اللي بتشوفنا بالف خير وصحه. عايزه اقول لكم كمان كل سنه وكل مسيحي مصر بخير. هم كمان هيبداوا الصوم الكبير السنه دي مع بدايه صوم شهر رمضان. كل سنه واحنا يا رب متجمعين، ربنا يديم لمتنا كمصريين. يا رب منا شهر الخير والفضل والبركه، ربنا يديم على كل المصريين ايام الخير. والحقيقه إنه بركة رمضان مفيش بركة زيها، بتكون موجودة في كل البيوت المصرية، خصوصا مع لمة العيلة، سفرة الفطار اللي بنتجمع عليها وكل أفراد الأسرة بيكونوا موجودين من أول يوم في شهر رمضان، بتبقى أجواء كلها فرح وخير وبهجة. 30 يوم من الأيام العظيمة اللي بتعتبر منحة إيمانية يمكن كلنا نحاول نغتنمها، وكلنا نحاول نتقرب لربنا بالطاعات، صيام، صلاة، صدقات، قراءة قرآن، صلة أرحام، كل حاجة نقدر نحاول نعملها نحاول نعملها. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وبخير، كل سنة ربنا مبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ربنا يديم علينا نعمة لمتنا كمصريين. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.